الافلام عماله بتعمل صدى كثير عالي في العالم العربي، الافلام القصيره. وفي تجربه بنات عبد الرحمن من الاعمال اللي الافلام الاردنيه اللي بترشح للبوستر. نعم. لكن لسه ما وصلنا لمرحله صناعه الصناعه السينمائيه في الاردن، لانه انت بتعرف هذا ملف بحاجه لبادجت كبير وبحاجه لاشياء بتخص العمليه السينمائيه. فكانت تجربتي قليله من خلال الادوار اللي عرضت علي، فيعني كنت لقيت في تجربتين كانوا ممكن دور فاعل وله تاثير فاشتركتهم. فهذا سوء حظي يعني انه ما عندنا. طيب انا اخر سؤال لي وبعد كده هفتح باب الاسئله والمداخلات للساده الحضور. انا عايز اسالك ليه مفيش تواجد يعني قوي في الدراما المصريه وفي السينما المصريه وفي المسرح المصري زي فنانين اردنيين كتير بقوا يعني متواجدين بشكل فعال وكبير بدون ذكر اسماء؟ يعني انت اكيد عارفه منهم البعض يعني ومثلا زي الاستاذ اياد نصار وغيرهم كتير جدا. والله هو سوء حظ، يعني هو الحظ ما مدانيش فرصه اني انا اتواجد بعمل بام الدنيا، يعني لانه اول شيء ما انطرحش اشياء يعني قويه اللي علشان انا اتواجد فيها اقول بعبر عن نفسي. يعني هذا واحد. اثنين كان في تجربه يعني انحكى فيها بانه كان بينعمل عمل عن الاستاذ بديل حمدي الله يرحمه، ووجود الاستاذ وارد في حياته في حقبه زمنيه بسيطه، فكان لقوا فيها شبه شويه ولاني بأدي، فقالوا ممكن تكون في هاي الحقبه، لكن للاسف اجهد العمل. شفتيه وارد في حقبه زمنيه بالذات؟ ايوه ايوه. فما حصلش والعمل ما عملش. طيب حضراتكم اي يعني ولكن انا بسميه الساحر اللي بيصنع الاشياء من العدم. صانع النجوم. وصانع النجوم. بشكرك على مشاعرك الراقيه اللي بتشبهك، و يعني اكيد الارواح تتلاقى وبعض ما عندكم، وانت حاضنه لكل الفنانين كانوا قاطعين ولا لسه بيبتدوا ولا بيقوموا، كلهم بيلتفوا حواليك لانك انت زي الشمس اللي بتجتذب كل اشياء كل الاشي الجميل. حبيبي فاتك استاذ خالد لانك ما سمعتش ام كلثوم بصوت. انا سمعتها كتير. انا بروح الاردن كل سنه عشان اسمعها. رابع انا يعني عايز اتكلم اقول انه استاذه اما